هو من الأساتذة المعروفين لدينا وبالعالم العربي بنشاطه الفني وبتنوعه بتناول الخطوط. فالأستاذ عادل تناول كل الخطوط وهو ملم بها، وهو من تلاميذ جهابذة الخط العربي. المرحوم هاشم، الأستاذ يوسف ذنون وكبار الخطاطين في العراق تتلمذ على أيديهم، فهو من الناس اللي يعتبر حلقة وصل ما بيننا وبين هؤلاء العمالقة. فنحن سعيدين بوجودنا بهذا المعرض ونتمنى له التوفيق دائما والازدهار. اللوحات كل وحدة لها بألوانها وكتاباتها والآيات القرآنية اللي هو منزلها، فشي كلش رائع يعني بهرني الصراحة. أنا أحب الخط العربي والخط الكوفي خاصة، يعني حتى من أكون أنا دا أرسم لوحاتي إذا يعجبني أدخل عليها الخط آية قرآنية أو اسم الجلالة، أدخل على جوجل أطلع لي الخط الكوفي أشوفه بيفن أكثر، يعني تحس أنه حتى من هو مكتوب كأنه من رسمة مو كتابة. فكنت أحب الخط الكوفي أكثر شيء. الخط العربي عاش في بغداد ومات في بغداد، هذا ما قاله الخطاط التركي حامد الأمدي، حيث أن الخط العربي بدأ في بغداد في العصر العباسي، بداية بابن البواب البغدادي. موت الخط في بغداد بوفاة هاشم الخطاط البغدادي المعروف، ولكن الخط العربي سيبقى لأنه بخلود القرآن الكريم. ونلاحظ من هذا المعرض للسيد الهاوي، لأنه ليس محترفا في الخط العربي، أغلب الخطوط التي جمعته وهي بأنواع الخط، الرقعة والنسق والمثلث والكوفي بأنواعها، فأبدع فيها وأيضا أضاف إليها أبيات من الشعر العربي. الواقع انه المعرض يعني في يعني يختلف عن المعارض السابقه بتنوع المدارس الخطيه الموجوده، يحوي انواع من الخطوط مختلفه، منها الكوفي بانواعه، منها الثلث والنسخ والديواني والجلي ديواني، وبها تشكيلات مطلعها من الحروف العربيه، يعني تعطي انطباعات جديدة ومعاني زاخرة باعتبار الحرف العربي مطواع. أنا يعني أيضا مولع بالخط الثلث، الثلث الجلي والثلث العادي وبالنسخ.
هو من الأساتذة المعروفين لدينا وبالعالم العربي بنشاطه الفني وبتنوعه بتناول الخطوط. فالأستاذ عادل تناول كل الخطوط وهو ملم بها، وهو من تلاميذ جهابذة الخط العربي. المرحوم هاشم، الأستاذ يوسف بنون وكبار الخطاطين في العراق تتلمذ على أيديهم، فهو من الناس اللي يعتبر حلقة وصل ما بيننا وبين هؤلاء العمل.